تعالي، يعني أول شيء بدنا نوجه تحية لكل زوجة شهيد وأم شهيدة. طبعا بتقرير زميلتنا هزار عبود وجهوا تحية أيضا لكل أفراد الجيش العربي السوري، من أول أكيد الرحمة للشهداء والنصر لجيشنا العربي السوري. أكيد يا زينب، بدنا نترحم على جميع الشهداء، وأكيد النصر قريب. أكيد صباحنا هلأ بيحمل طبعا معاني الرجولة، التضحية والإباء. صباحنا مفعم بالمعاني والقيم النبيلة، تضحيات رجال عاهدوا فصدقوا، رجال انتموا لمؤسسة أقل ما يمكن أن توصف بأن وطنية. الجيش العربي السوري ومنذ تاريخ تأسيسه سطر مشاهد العز والبطولة، وكان وما زال مواعد النصر. فالجيش العربي السوري بات اليوم بيشكل لكل مواطن شريف عامل الأمان والأمل والقدرة على استمرار الحياة بفضل التضحيات اللي عم يقدمها. أكيد محطات مضيئة بتاريخ الجيش العربي السوري، رح نتجول على أبرز الحرب الحالية اللي عم بيخوضها هذا الجيش العقائدي ضد الإرهاب وقوى الغدر والظلام بأشرف واجب وطني حتى تطهير كامل التراب السوري من رش الإرهاب. حديثنا الصباحي لليوم مع المستشار القانوني سيادة العميد أحمد سليمان. كل عام وأنت بخير وصباح الخير. وأنتم بألف خير وسوريا بخير. يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير. خلينا نرجع بمؤشر الزمن لبداية تأسيس الجيش العربي السوري، وناخذ لمحة تاريخية عن بداية الجيش يلي ولد وتعمد بدماء هالأبطال. أنا بعتقد أنه أغلب السوريين بيعرفوا يعني مراحل تأسيس الجيش العربي السوري، النواة الأولى يلي كانت معركة ميسلون. نعم، لذلك أنا الحقيقة أرغب أن أركز على مرحلتين أراهما هما المرحلتان الأساسيتان في تشكيل هذا الجيش، المرحلة الرسمية والمرحلة الفعلية والحقيقية لتشكيل جيش عربي سوري قوي يستطيع أن يدافع عن أرض الوطن. مرحلة التأسيس الرسمية كانت إبان الاستقلال وما قبل الجلاء، كانت هناك مداولات في مجلس النواب لتشكيل جيش عربي سوري، بريطانيا وفرنسا رفضتا ذلك، قالوا يكفي فوج أمني. وعندما أحبط مجلس النواب والحكومة السورية خرج الشعب السوري إلى الشارع، قام بمظاهرات ورفع شعارا بسيطا وواضحا، قال كلمته ولا كلمة بعد كلام الشعب، ما في عيش بلا جيش. قرن الشعب السوري حياته الحياة بالجيش، فتشكل الجيش العربي السوري رسميا. لذلك الجيش العربي السوري تشكيله هو إرادة شعبية، هي إرادة الشعب العربي في سوريا. أما المرحلة الثانية فهي عام 1970 عندما تسلم الرئيس القائد أسد مهامه بعد انتخابات رئاسة الجمهورية، وكان أيضا قائدا عاما للجيش والقوات المسلحة. منذ ذاك التاريخ بدأ يختلف الجيش العربي السوري في العدد، في العتاد، في التدريب وفي العقيدة. وكان أول اختبار لهذا الجيش الذي تدرب على سلاح نوعي جديد وأخفى سلاحه وأخفى تدريباته، كانت أول تجربة له هي حرب تشرين. إذن الجيش العربي السوري أصبح جيشا قويا قادرا على الدفاع عن أرض الوطن، وقادر أيضا على استعادة الكرامة العربية وعلى الانكسار الذي أصيب به الشارع العربي والشارع السوري من هزيمة 67. إذن تغير في العدد والعتاد والتدريب والعقيدة، هاتان المرحلتان هما الأساس في هذا الجيش العربي السوري. نعم، محطات مضيئة وأيضا يمكن مواقف ومحطات لا تنسى طبعا عند الجيش العربي السوري، لكن 7 سنوات من الحرب الكونية على سوريا، كل اللي سمع عن صمود الجيش العربي السوري يعني اعترف
بقوته بعزيمته بحبه لوطنه. هالسبع سنين حرب إرهابية كبيرة على سوريا، سوريا كانت بمواجهة الإرهاب لكل العالم، عم تحمي كل العالم من الإرهاب فينا نعتبر مو بس سوريا. خلينا نحكي عن طبعا هالحرب التكفيرية وعن صمود الجيش بهالسبع سنين. الحقيقة أحيانا لا يفصل البعض، يعتقدون أننا نخوض حرب مختلفة، هي حرب نفسها تتكرر، المتغير هو الوسيلة. والأسماء. العدو نفسه لم يتغير. إذا عدنا بالتاريخ، العثمانيين هم الذين كانوا يستعمرون هذه المنطقة. صحيح. بريطانيا، فرنسا، الكيان الصهيوني الذي زرع، الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم وجود هذا الكيان وحلت محل الاستعمارين. حربنا الآن هؤلاء أنفسهم الذين يدعمون الإرهاب ويمولون الإرهاب، وهم الذين يدربون، طبعا إضافة إلى عملاء في الخليج، حكومات مصطنعة هم أوجدوها. الحرب نفسها لم تتغير، العدو واحد هو الاستعمار، الهدف واحد نهب خيرات البلاد. لدينا نفط، لدينا غاز، ثروات باطنية، نحن سوق تصريف وأيدي عاملة، يريدون أن يسيطروا على هذه المنطقة. المتبقي من كل الجيوش العربية هو الجيش العربي السوري. هناك ثلاث جيوش قوية كانت موجودة في المنطقة تم إزاحتها، الجيش المصري باتفاقية إذعان، بسلام إذعان، خرج الجيش المصري من الساحة العربية ومن دعم القضية الفلسطينية، الجيش العربي السوري بقي، وكان الجيش العراقي تم إجهاض هذا الجيش وتم حله عندما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق. لم يبقى إلا الجيش العربي السوري داعم لخط المقاومة الفلسطينية والمقاومة الشريفة، وهو ذو نهج لم يضع يده أي مسؤول سوري بيد أي مسؤول في الكيان الصهيوني حتى تاريخه، ومعروف هذا النهج. ولا أحد يستطيع أن يزاود على الجيش العربي السوري الوطني الذي حارب الكيان في فلسطين ب 48، وحاربه على حدودنا لاسترجاع أرضنا ب 73، وحارب الكيان أيضا على الأرض اللبنانية وقدمنا آلاف الشهداء. لا أحد يزاود على وطنية وقومية وإنسانية هذا الجيش. أما بالنسبة للإرهاب فهو وسيلة استخدمته هذه القوى الآن، وسيلة لتدمير هذا البلد، لتدمير هذا الجيش الباقي، للسيطرة على المنطقة. نعم. الإرهاب الحديث الذي نواجهه يختلف فعلا عن الإرهاب المنتشر في العالم، لأن لدينا الآن تنظيمات، ونحن نصر على أن هذه التنظيمات بكل قوتها لم تبرز إلا بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. نعم. يعني سيادة العميد، الدليل على صمود أبطال الجيش العربي السوري أنه ما زال لحد هلأ عم بيسطر بطولات، ما زال قوي، ما زال صنديد، رغم أنه الإرهاب حاول أنه يضعفه، لكن ما زال. خلينا نحكي بس شوي كيف عم يتعامل هلأ القوى والجيش مع هالحرب الطاحنة مع هالإرهاب، يعني يلي بيختلف يمكن شوي عن السابق، يعني هو خاض حروب كتير، ولكن هيدي الحرب الشرسة إلى شيء معين كونها هي مستهدفة أنه تضعف قوة الجيش. الإرهاب الحالي له خطان مزدوجان، يقاتل كجيش ويقاتل كعصابات. بالنسبة للمقاتل السوري، يعني عندما نذكر الحروب في العالم، الحروب التاريخية دائما تسلط الأضواء ربما على قائد استطاع أن ينجز النصر، ربما على بعض المقاتلين الذين قاموا بعمل بطولي نسلط الضوء عليهم. ما يختلف الأمر الآن، الجيش العربي السوري الآن، المقاتل السوري الآن، نحن أمام، ما هو تعداد الجيش العربي السوري؟ هو تعداد للبطولة. كل مقاتل سوري لديه قصة، كل شهيد لديه قصة بطولة، كل جريح لديه قصة بطولة، كل مقاتل سوري الآن على الأرض لديه قصص. سبع سنوات، هذا العام السابع، من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى جرحى الجيش العربي السوري. نعم. وإلى مقاتلي الجيش العربي السوري الذين لا زالوا الآن يقاتلون.
تكيف الجيش العربي السوري مع الجديد هو حرب العصابات، والجديد هو أن هذه التنظيمات احتلت مواقع فيها مواطنين أبرياء، ولكن استطاع أن يستوعب الجيش هذه التجربة واستطاع أن يتعامل معها، بدليل أن جيشنا العربي السوري منتشر في كل أنحاء الجمهورية، نعم. يقوم بعملية تنظيف لكل هذه القذارة والوساخة، وبصمة عناصر الجيش العربي السوري لا تمحى على الأرض السورية، هي بصمة الدم ولكنها بصمة الحياة على رقعة الموت. أكيد، يعني بهذا الكلام الجميل سيادة العميد أنا بدي أتشكر وجودك وبدي أقول لك العام وأنت بخير إن شاء الله، أعيادنا كلها تكلل بالنصر وبكفي شعار الجيش العربي السوري اللي هو الوطن والشرف والإخلاص لا يختصر من هو الجيش العربي السوري. شكرا لوجودك إن شاء الله معنا. كل عام وأنتم بخير. شكرا لوجودك معنا سيادة العميد، وكل عام وأنت بخير وأنتم بألف خير. شكرا كثير لك.